اللي هي تكون بشكل جماعي اكثر من كون احنا نروح الى كل نادي على حده. فنتمنى حقيقه احنا نسمع منكم. في النهايه نجاح اي نادي هو نجاح لعماده شؤون الطلاب، نجاح للجامعه كامله. احنا في العماده، انتم كرواد او رؤساء انديه او كفرق عمل، انتم شركاء في النجاح. باختصار يعني الان نبغى نسمع من بعض اذا في مثلا ايجابيات نعززها، سلبيات نحاول نتلافاها، اشكاليات نتساعد في 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 حلها. هذا الهدف الاول. الهدف الثاني حقيقه باسمي وباسم عماده شؤون الطلاب نشكر الزملاء في عماده التعلم الالكتروني وعلى الاخص الاستاذ محمد الجار الله وهو معنا الان. يعني شراكتهم حقيقة معنا في عقد هذا اللقاء. لذلك الهدف الثاني من لقائنا اليوم هو التعريف بهذه المبادرة اللي هي مبادرة منصة تزامن، يعني اللي تساهم في التعليم المفتوح. وهذه الأداة اللي احنا قاعدين نستخدمها الآن كل واحد منا في مكانه، في بيته، في سيارته، في أي مكان، واحنا قادرين الآن نجتمع مع بعض ونعقد هذا اللقاء. الهدف ان هذه الخدمة يمكن لكل نادي مستقبلا انه يستخدم هذه التقنيه. بامكانكم تعقدون عليها ندوات، محاضرات، لقاءات. ايضا نحن في العماده ان شاء الله سيتم يعني الاستفاده منها بشكل اكبر في الفتره القادمه باذن الله سبحانه وتعالى. حقيقه مبادره يعني تشكر لعماده التعلم الالكتروني، والهدف ان احنا جميعا نحاول الاستفاده منها. استاذنكم قبل ان نسمع منكم ونسمع مداخلاتكم واسئلتكم واستفساراتكم، نتيح المجال الان 5 دقائق الى 10 دقائق للاستاذ محمد الجار الله يعطينا تعريف عن هذه المنصه، فكرتها، كيف يمكن للنادي الحجز، الاستفاده، كيف يتم الترتيب لها. نترك المجال لاخونا الاستاذ محمد الجار الله، وحقيقه هو من يعني الـ 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 يعني الرموز اللي تفخر فيها جامعه الملك خالد، له جهود كبيره جدا في التعليم الالكتروني. نشكره يعني على تواجده معنا، ونتيح له الان المايك ليبدا بالتعريف بهذه المنصه، وايضا كيف يمكن لكل نادي ان يستفيد منها. المجال مفتوح لك استاذ محمد، والله يحييك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله مساءكم باليمن والخير والبركات. تسمعوني بوضوح الزملاء اللي معانا اليوم؟ صوت واضح؟ اكتبوا لي على الشات الله يوفقكم، او اكتبوا لي رقم 1. خلينا نغير المره هذه، اكتبوا لي 1 يلا بدل واضح ونعم. خليني اغير بدل الاستاذ رايد. ممتاز. أنا كان ودي أشغل الكاميرا صراحة، لكن المطر نفش عفشي. ترى البساطة أحمد، أنا برضو بعد لا، أنا مشكلة إني مصلع، فماني زيك ما شاء الله تبارك الله يا أستاذ عايد، فخلي البير مستور زي ما يقولون. على العموم أسعد الله مساكم جميعا وحياكم الله في هذا اللقاء. حقيقة ميزة الندوات الإلكترونية أو البينارات بشكل عام انها تكون اكثر شيء يعني نقاش وحوار وتفاعل بين اعضاء جميع الاعضاء المشاركين. يعني يفضل يعني بشكل عام انه ما يستاثر بالحديث شخص واحد، يعني ممكن يستاثر في البدايه كاول ربع ساعه او نصف ساعه مثلا، وبقيه اللقاء يكون عباره عن نقاش وحوار من جميع الزملاء او الزميلات حتى المشاركين، اذا كان في معنا زميلات مشاركين معنا في هذه الندوة الإلكترونية. ميزة الندوات الإلكترونية حقيقة أنها تكسر حاجز الزمان والمكان بشكل كبير جدا. يعني الآن لو كان الاجتماع عندنا في الجامعة كان يتعثر على الجميع الحضور، لأنه الأجواء ممطرة، وحتى بعضهم قد يكون عنده ظروف، قد يكون في أماكن بعيدة ما يتسنى لهم حضور في مثل هذا الوقت. فكل واحد ممكن يحضر هذا اللقاء أو هذه الندوة الإلكترونية أو هذه الدورة حتى تدريبية، ممكن حتى تقيمون دورات تدريبية عن طريق هذه المنصة بشكل مباشر وبشكل تفاعلي. ممكن تعرض أي ملف على جهازك، عرض باوربوينت، ملف إكسل، تبغى تشرح برنامج، أي كان، أي شيء تبغى تعرضه على جهازك ممكن تعرض أي ملف، أي برنامج وتشرحه
عن طريق هذه المنصة. المنصة هذه هي عبارة عن فصل افتراضي، يمكن بعضكم طلاب في الجامعة استخدمتوا الفصول الافتراضية في بعض المواد، لكن النظام اللي احنا نستخدمه في منصة التزامن مختلف شوية عن طريق عن نظام البلاك بورد، لأن البلاك بورد هو مقتصر فقط على طلاب الجامعة وأعضاء هيئة في التدريس، لكن المنصة هذه هي مفتوحة للجميع، يعني ممكن حتى يعني ناس طلاب من جامعات أخرى يشاركون معكم في هذه الندوات، ممكن تستضيفون حتى خبراء من خارج الجامعة وفي هذه المنصة، ويكون في لقاء حوار تفاعلي ونقاش بشكل تفاعلي وبشكل متواصل، يعني في أي وقت ومن أي مكان. برضو المنصة هذه ميزتها أنها ممكن تفتح من أي جهاز، يعني سواء جهاز كمبيوتر، لابتوب، الجوالات، آيفون، أندرويد، أي نوع من أنواع الأجهزة، آيباد، أي جهاز ممكن تفتح عن طريق، لها تطبيق خاص، يعني الآن حتى اللي ماشي في السيارة ممكن أنه يشغل ينزل تطبيق المنصة، إحنا نستخدمها اسمها منصة زوم، ممكن ينزل يكتب زوم في المتجر وينزل التطبيق خاص اللي سواء كان آيفون أو أندرويد، وموجودة هذا التطبيق لها في كلا النظامين. حنعطيكم الآن بس بشكل مختصر، طبعاً إذا حبيتوا أنكم تستخدموا هذه المنصة ممكن تستخدموها في اجتماعاتكم، في لقاءاتكم، في دوراتكم التدريبية، في ندواتكم الإلكترونية، أي نوع من أنواع النشاط ممكن تستخدمون في هذه المنصة وتعقدونها حتى بدون ما ترجعون لنا على طول، مباشرة يكون التقديم مباشرة عن طريق الموقع حق زوم. راح أعطيكم الآن نبدأ عن الموقع بشكل سريع، خلنا نعمل بس مشاركة. طيب الآن حنا الآن تشاهدون منصة التزامن، اكتبوا لي على الشات إذا كنتوا تشوفونها، هل هي واضحة؟ اكتبوا لي على الشات. واضح، واحد، أيوه ممتاز، جميل، يعطيكم العافية. هذه منصة التزامن، أنا راح أحط لكم الرابط حقها على الشات، أي واحد إنه ممكن يدخل عليها ويحجز مباشرة، خاصة رواد الأنشطة، على هذا الرابط. هذا الرابط حتدخل على الموقع هذا، فيه نبذة مختصرة عن هذه المبادرة التزامن وأهدافها وهذه الأحداث المسجلة. برضو هذه ميزة من ميزات الندوات المسجلة، إنها مسجلة ممكن لك تتيح لك إيش التسجيل، يعني إذا حبيت إن المحاضرة هذه أو الندوة اللي تقدمها أو الدورة التدريبية الإلكترونية تكون مسجلة، فممكن إنك تسجلها، تضغط على زر التسجيل في بداية الندوة و يعني تنشرها على قناتكم. إحنا ننشر جميع الفيديوهات اللي موجودة على في منصة التزامن، ننشرها على اليوتيوب، في عندنا بلاي ليست أو قائمة تشغيل موجودة في أحد القنوات اللي خاصة بعمادة التعلم الإلكتروني، ونشرها، وبعدين حتى الناس اللي ما تمكنوا من حضور لقائنا، يعني ندوتنا اليوم أو لقائنا اليوم هو مسجل برضه، يعني ممكن الزملاء اللي ممكن تنشرونه بعدين لاحقا، نعطيكم الرابط وتنشرون الرابط اللقاء. هذا طبعا شيء خيار لكم، يعني هو ليس إجباري، حبيت أنك تسجل المحاضرة أو ما حبيت، يعني هذا شيء راجع لك. طيب إذا حبيت أني أطلب ندوة جديدة تضغط على زر طلب حدث جديد من هنا، من هذا الأيقونة. في عندك خيارين، من داخل الجامعة أو من خارج الجامعة، يعني حتى الناس اللي من خارج الجامعة ممكن يستفيدون منها، سواء كانوا في جامعات أخرى، سواء كانوا في دوائر حكومية أو في جمعيات خيرية، ممكن أن يستفيدون هذه المنصة وبشكل مجاني بدون أي رسوم. الهدف منها هو نشر العلم والمعرفة، لكن الهدف يجب أن يكون الهدف عندك هو هدف تثقيفي، هدف تعليمي، هدف تدريبي، لا يخرج عن هذه النطاقات، يعني يا تثقيف، يا توعية، يا تعليم، يا تدريب، في هذه المجالات اللي ممكن أنك تستخدم فيها منصة تزامن. إذا كنت من داخل الجامعة حتضغط على زر من داخل الجامعة، حيطلب منك طبعاً اليوزر نيم والباسورد اللي خاص فيك في الجامعة، ثم تضغط على زر دخول. هنا الطلبات اللي طلب نوع الحدث، طبعاً تختار نوع ويبينار أو سيمينار أو اجتماع أو تريننج، تدريب، ميتنج، اجتماع، كونفرنس، مؤتمر إلكتروني، يعني ممكن نقول ويبينار مثلا. هنا تكتب عنوان الندوة اللي حتقدمها أو الدورة التدريبية، وبعدين هنا في تحت تكتب وصف للحدث، وهنا تكتب اسم المتحدث سواء كنت أنت الشخص المتحدث أو شخص آخر تعبي عنه، مثلا ممكن يكون مثلا خبير من خارج الجامعة فأنت اللي ممكن تعبي تكتب اسمه في هذا المكان. وهنا طبعا تحدد تاريخ الندوة بالميلادي،
تاريخ وتحدد وقتها برضو في أي فترة ساعة كم، وبعدين تحط بيانات المستفيد، هل هي مثلا فرد تكتب اسمك هنا وجوالك والبريد الإلكتروني، إذا كنت جهة حتضيف عنوان اسم الجهة وعنوان الجهة، مثلا نادي أي نادي، مثلا نادي العلوم، نادي الإلقاء، مثلا نادي كلية الطب، أي نوع من أنواع الأندية ممكن تكتب اسم النادي هنا وعنوانه مثلا جامعة الملك خالد، وبعدين تكتب هنا دعوة الحضور. هل هذه الدعوة هل هي عامة للجميع، يعني حتنشروها ممكن أي شخص يسجل فيها سواء كان من داخل الجامعة أو من خارج العامة داخل خارج الجامعة، أو إنها خاصة، يعني الندوة هذه ممكن تكون خاصة لمجموعة من الناس أو مجموعة من الأفراد، فتحط يعني تحط عدد الحضور هنا المتوقع، وتكتب برضو أرقام جوالاتهم على أساس نرسل لهم الرابط من قبلنا، يعني إذا كان بشكل خاص لازم تحط أرقام جوالات الناس اللي حيحضرون على أساس نرسل لهم الرابط في على عن طريق الجوال. أما إذا كان عام فما نحتاج هذا، ما نحتاج أرقام جوالات، فممكن ترسل الرابط وتنشره سواء كان في تويتر أو عن طريق الواتساب أو أي مكان. آخر شيء في عندك هنا أوافق على نشر حدث، يعني عندنا في منصة تزامن زي ما قلت لكم إن إحنا نسجل الندوات هذه، هل تحب إن إحنا نمشوها في منصة تزامن أم لا؟ هذا عندك خيار، أوافق أو لا أوافق. وآخر شيء إذا عندك أي ملاحظات ممكن تكتبها لنا في هذا المكان. هذه البيانات ضرورية إنك تعبيها كاملة وبعدين تعمل إرسال. إحنا نشيك على الطلبات تقريبا كل 24 ساعة، كل 48 ساعة نشيك على الطلبات اللي تجينا. طيب كيف أتأكد من الموافقة؟ تروح في هنا مكتوب طلب حدث جديد أو طلباتي، لما تضع على طلباتي حيطلع عندك الطلب هنا في المكان هذا، ورابط الفصل الافتراضي اللي حترسله للناس اللي حتعطيهم، ورابط نموذج تسجيل الحضور، وقائمة بمسجلي اللي سجلوا في هذه الندوة. فهذه تتابعنا عن طريق هذه الخانة اللي هي خانة طلباتي. إذا عندنا طلب حدث جديد وفي عندنا طلباتي، أول شيء تقدم الطلب وبعدين تتابعه عن طريق طلباتي في هذا المكان، يا اما يتم الموافقه عليه او يتم الرفض اذا كان هناك في تعارض. الحاله الوحيده اللي احنا يكون فيها رفض بعض الحين يكون في تعارض في الندوات، لا احنا عندنا في منصه تزامن لا يمكن ان نعقد ندوتين في نفس الوقت، في نفس ممكن نفس اليوم لكن في اوقات مختلفه، يعني واحده مثلا تكون مثلا من 6 الى 7، واحده مثلا من 7 الى 8. الندوات الإلكترونية يفضل إنها ما تتجاوز ساعتين بالكثير، يعني ما تكون أكثر من ساعتين، لأنها يعني حتكون يعني ما هي جيدة إنك تعقد أكثر من ساعتين، لكن كحد أقصى ممكن المفضل في الندوات الإلكترونية أو في الويبينارز إنها تكون لمدة ساعة، لكن ممكن إذا حبيت إذا عندك مثلاً دورة تدريبية فيها شرح كثير، فيها أشياء كثيرة بعد تشرحها، فممكن إنك تخليها لمدة ساعتين. تقريبا هذه هي بشكل مختصر نبذة عن منصة تزامن وش الأشياء اللي ممكن تستفيدون منها وكيف طريقة التقديم والطلبات وكيف طريقة إيش برضو المتابعة. أنا برضو راح أحط لكم رقم بريدي الإلكتروني عن طريق الشات ورقم جوالي إذا احتجتوا أي شيء، وبرضو ميزة برضو حابب تقدمها لكم عمادة التعلم الإلكتروني إنه راح يكون معكم أحد الزملاء في الدعم الفني، يكون معكم موجود أثناء الجلسة، لا سمح الله إذا كان هناك أي مشكلة تقنية أي شيء يرد على الناس اللي عندهم مشاكل مثلا في الصوت، يدعمهم يقدم لكم الدعم سواء للمحاضر اللي حيقدم الندوة أو للمشاركين اللي معاه في هذه الندوة. أشكر لكم استماعكم وإنصاتكم، وأنقل الميكروفون لأستاذنا الأستاذ راي، طبعا هو مدحني في البداية فأنا لازم أمدح برضه، فالله يجزاه خير، وبرضه كان من زملائنا سابقا من المحاربين القدامى في عمادة التعلم الإلكتروني، وكان له جهود مشكورة في العمادة، ولا زال يعني هو صديق وعزيز، وأنا أفتخر بصداقته وبأخوته إلى اليوم، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل الأستاذ رايد. جزاك الله خير أخوي محمد، وشكرا لك، ونتشرف ببقائك. طيب الله يحييكم جميعا ومرحبا ألف. العدد ما شاء الله في تزايد. احنا بينا للزملاء في البداية ان الهدف من هذا اللقاء يعني هدفين: تعريف بالمنصة وبمبادرة التزامن، وعلى أمل ان شاء الله ان جميع الزملاء يعني يستفيدون منها بشكل كبير.
وحقيقة أنها تعتبر قيمة مضافة للجميع. الآن الله يحفظكم ويسر أموركم. المجال مفتوح، حابين نسمع منكم، اللي حاب يعني يتكلم يعني يرفع إيده. وأنا الآن أعطيه المايك حسب أول واحد، يعني حسب أول واحد يرفع إيده. طبعا اللي رافع يده الآن وما عنده مشاركة ودي يعني يعني الآن معنا علي الأسمري ودكتور مجد الخطيب وأنس العواض وفيصل، هذول رافعين أيديهم. طيب أخوي علي، أتيح لك الدكتور مجدي، أتيح لك المايك الآن. حياكم الله جميعا أستاذ رائد، أشكركم على هذه المقابلة الغير اعتيادية، وأشكر الأستاذ محمد جار الله مدربنا الفاضل على هذه التعريف بالمنصة، منصة رائعة. بس لو تتواصلوا مع الاي تي في الجامعة وتحطوا مثلا هذه المنصة إضافة مثلا كأيقونة في البلاك، زي مثل البلاك بورد. تمام، جميل. وأشكركم جميعا، بس فقط هي ملاحظة، وأنا عندي هنا الشباب مجموعة من طاقم العمل النادي، عندي نائب الرئيس وعندي برضو مشرف الاجتماعي والمشرف الثقافي، وكلهم موجودين هون وببلغوكم تحياتهم. شكرا لكم جميعا، وبالعكس سعيدين بتواجدكم، وأبدا إذا في أي ملاحظات أو كذا فنسعد بك في الفترة القادمة. شكرا دكتور مجدي، حياك الله. العفو. أيها أستاذ محمد. طيب الآن معنا أخونا أنس آل عواض، نتيح لك المجال. أخوي أنس، السلام ورحمة الله وبركاته. صبحك مرة بالخير. الله يحييك. كذا الصوت تمام؟ إيه تمام، تفضل. طيب أول شيء سعدت بشوهة وجهك أستاذ رائد. الله يخليك. طبعا ترى أستاذ محمد جلال قال لا تقرب عشان ما تخلعهم، فأنا ترى حاول. ما عندك مشكلة. لا بس في حاجة نبغى ننوه عليها، اللي هي عذرا الشيطان الرجيم. أخوي أنس كرما، بس لو تعرف بنفسك وناديك عشان الزملاء بس يكونوا معنا. أبشر، بس خلك 100 ثواني. حلو. عندك يا طويل العمر السلامة، معك أنس ناصر العواق، رئيس نادي العلوم الطبية التطبيقية خميس مشيق، تخصصي طب طوارئ مستوى السادس الآن. بس حبيت أنوع على فكرة اللي هي أغلب اللي موجودين، أو لا مو الأغلب بس يعني في عدد ما كانوا موجودين من البداية، فاتتنا أشياء كثير ما سمعنا فيها الصوت، يعني نبغى كذا زي الملخص سريع مرة ولو نحب نكلف عليك. طيب أبشر. أبيض وجه. الله يسعدك. اللي كان في البداية ترى هو كان فقط، خليني بس أقفل الصوت، كان فقط التعريف بالمنصة. معي أخوي أنس. فكان تعريف فقط بالمنصة، والأستاذ محمد مشكور وضع في الشات يعني روابط للتعريف بها وطريقتها وآلية التسجيل عليها، وإن شاء الله يعني ما فاتك شيء يعني كبير. طيب شكرا أخوي أنس. عفوا وشكرا لك. على رأسي حبيبي. دكتور محمد أبو الزهو من أهل محايل، أهلا بكم يا أهل محايل. تقفل الصوت أخوي أنس. أيوة خلاص. دكتور محمد أبو الزهو، استاذ رائد اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا باهل محايل، كيف الاجواء عندكم؟ والله الاجواء باريسيه يعني ما شاء الله، تنورونا والله يا استاذ رائد، ربنا يبارك فيكم والله. ان شاء الله امطار خير وبركه باذن الله. معكم اخوكم الدكتور محمد ابو زهو رائد
النشاط او رئيس نادي كلي رائد النشاط بكليه العلوم والادب بمحايل او رائد نادي كليه العلوم والادب بمحايل كما تحبون التسميه يعني. استاذ رائد والله كان لي ما شاء الله يعني هذا الموضوع يعني انا فعلا يعني في ذهول يعني من البرنامج الجديد ذلك، واحب ان هو يفعل في موضوع الاجتماعات يا ريت بتاعت الرواد والرؤساء يعني فيه يعني برضه في ترشيد في كل شيء في الوقت وفي الجهد وفي كل شيء، ويا ريت ان هو يفعل في اجتماعات رؤساء ورواد الانديه، ارجو ان هو يوضع في الاعتبار خاصه للناس اللي زي حالتنا طبعا في مناطق مثلا بعيده عن ابها، ارجو ان هو يوضع في الحسبان يا استاذنا وربنا يجزاكم كل خير. ودي بس كانت المداخله اللي عاوز يا رب باذن الله هذه بدايه ونبغى الجميع ان شاء الله ينطلق فيها معنا. لا تغني عن رؤياكم دكتور. العفو والله ده شرف لي والله يا استاذ رائد والله اقسم بالله اللي بيجيبنا اصلا ابها اولا عشان نشوفكم اقسم بالله الله يسلمك. ولا نستغنى عنكم ابدا والله يا استاذ رائد وربنا يجزاكم كل خير والله. على راسي على راسي الله يحفظك. الله يبارك فيك يا استاذنا والله. شكرا شكرا دكتور محمد. تفضل طيب. يا استاذ المجال مفتوح لاخونا علي الاسمري. علي الاسمري راح. الاستاذ سعيد ضويفر. استاذ سعيد السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. مساء الخير استاذ رائد كيف حالك؟ الله يحييك. تعرفنا بك يا استاذ سعيد وبالنادي. الله يحييك ويحيي جميع الاخوان. معكم سعيد بن بويفر الفرد القحطاني رائد نادي سفراء الارشاد، نادي توه يعني يدشن ان شاء الله قريبا، وهو مختص بمركز التوجيه والارشاد، ونادي يعني جديد وعباره عن مرشدين متنوعين في كل كلية، وقد اختيروا هذول الطلاب بعناية خاصة ليكون حلقة وصل بين مركز التوجيه والإرشاد وبين طلاب الجامعة. حياك الله أستاذ رائد. الله يجزاك خير. سعيد بك يا أستاذ سعيد. الله يبارك فيك. أنا أعتذر والله من الدخول متأخر لأن كان عندنا في المكان اللي أنا فيه يعني صواعق ورعود وبروق كذا، ما دخلت لما تأخر، فأعتذر عن التأخير أبو عادل. الله يسعدك. لا بأس يا غالي. الله يسعدك ويسر أمرك. الله يبارك فيك. طيب أتمنى بس من الزملاء اللي يتيح لهم المايك إنه بعد ما ينتون يقفل المايك. طيب أخونا علي الحسن تفضل. إن شاء الله نطقت الاسم صحيح. طيب أخونا أيوه علي الحسن. ألو. يا مرحبا. السلام عليكم. أهلا وسهلا. طيبين أخباركم؟ الله يحييك. عرفنا بك وبالنادي الله يسعدك. أنا علي محمد الحسن من نادي كلية الشريعة. أنا ماكر. ما عندي أي نقطة بوضحها، شيء لقاء طيب والله يوفقكم جميعا. يا رب. والله يبيض وجهك وجمل حالك يا دكتور رائد. الله يسعدك. تسلم يا غالي. إياك. طيب الآن معنا أخونا أنا تراني أمشي باللي رافع يد طلب مشاركة، أخونا عبد المجيد عسيري. عبد المجيد عسيري أخوي علي أتمنى تقفل المايك. كيف أقفله؟ ماني أعرف. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. أستاذ راي طيبين. حياكم الله. معكم عبد المجيد الجنيدي رائد نادي رياده الاعمال. الله يحييك اخوي عبد المجيد. بس لحظات لو سمحت اخوي علي بس تقفل المايك. استاذ محمد اذا معانا نقفل خاصيه هذه عن استاذ علي. كيف؟ اي خلاص تفضل. السلام عليكم. معكم عبد المجيد الجنيدي رائد نادي رياده الاعمال. كيف حالك استاذ رائد طيب؟ حياك الله. الله يحييك. نشكركم حقيقة على المبادرة الجميلة هذه، وحاجة حقيقة جميلة، وإن شاء الله أن مع وجود يعني المنصة هذه يكون تواصل أكثر مع مشرفين النشاط وأيضا مع رؤساء الأندية وطلاب الأندية. حقيقة مشاركتي هو شكر لكم حقيقة على هذه المبادرة،
ونسلم على الجميع وسلامتك يا استاذ رايد. جزاك الله خير وسعيدين بكم يا اخي. والله انتم لطيفين صراحه، انا اشكركم يعني حتى اللحظه. شكرا للجميع. اخونا بدر الهلالي يعني ما شاء الله، عندي الاسم مرتين، اخونا بدر الهلالي احد الاعلاميين المميزين عندنا، بس كانه سحب المشاركه. طيب فواز الشهري، فواز الشهري تفضل. يا اخوي فواز، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. حسبي الله امساكم جميعا، كيف الحال يا رجال؟ الله يحييك. الله يعطيك العافيه. الله يسلمكم ان شاء الله. اخوكم فواز عبد الرحمن الشهري، رئيس نادي تنومه. اسعد الله امساكم جميعا. ما ادري هل الصوت واضح؟ اي واضح، تفضل. الله يحييك. الله يطول اعماركم. اولا اشكركم جزيل الشكر والله على هذا البرنامج الممتع والجميل اللي والله شرفتونا بوجودكم وبشوفتكم جميعا. أنا مع الفكرة قلبا وقالبا بصراحة، ريحنا كثيرا خاصة حني البعيدين شوية من تنومة ومن بعض المحافظات البعيدة عن أبها، فشاكرين ومقدرين والله. كان الاجتماعات الأولى ممكن تأخذ الكثير من الوقت خاصة لنا عنا الروحة والرجعة أحيانا والمسافة. أنا مؤيد جدا لهذا البرنامج، فشاكر ومقدر لكم جميعا. من ناحية البرنامج الله يطول عمرك، انا ودي اختصر يعني عشان مشاركات الاخوان الباقيين. البرنامج ممتاز، ممكن ان حتى نفعل فيه يعني، فضلا يا دكتوري الغالي يا رائد القحطاني. اجتماعاتنا افضليتها انها تكون هنا، ممكن ان حتى نتبادل الخبرات فيها، ممكن ان فرضا نتعاون في حاجات كثيره من ناحيه البرنامج هذا، يسهل علينا التواصل اسرع، حتى اسرع وادق، وان شاء الله الفائده اعم. ممتاز. بس نقطة لو تسمح لي يا دكتور، الله يطول لي عمرك. أنا يعني مجرد فكرة، الشباب بعض الشباب ممكن صعب شوية التعامل مع البرنامج اللي فرضا كيف إنك تفتح الصوت أو كيف إنك تشارك أو كيف إنك، فأتمنى من يعني شرح بسيط وسريع عن المحتويات الموجودة للبرنامج اللي تتيح للرئيس أو الرائد إنه يتواصل تواصل سريع. وشكرا لك وشاكر ومقدر لكم جميعا. الله يسعدك يا حبيبنا. اخوي فواز، هو تم شرح الفكره في البدايه، لكن ان شاء الله الزملاء في التعليم الالكتروني اخونا استاذ محمد الجار الله بيزود لي ان شاء الله على الواتساب بالفيديوهات التعريفيه، لانه ما شاء الله يعني مبدع في شرح مثل هذه الاشياء. وارسل لكم الا اذا عندك اضافه استاذ محمد. الله شاكر ومقدر لكم. الله يعطيكم العافية. بالنسبة للمنصة استخدامها هو بسيط، في مجموعة من الفيديوهات من 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 شركة زوم نفسها، فيديوهات قصيرة يعني مدة دقيقتين ثلاث دقائق، تشرح لك كيف تستخدم المنصة بشكل بسيط جدا وميسر يعني. فإن شاء الله راح أرسلها للأستاذ رائد وبدوره هو يرسلها لكم إن شاء الله. هي تقريبا 5 فيديوهات تشرح كل شيء في منصة الزوم، كيفية الدخول، كيفية إعداد الصوت، كيفية المشاركة، كيفية عرض أي برنامج على جهازك يعني بشكل بسيط وميسر، وهي مع الممارسة راح تكون بالنسبة لكم بسيطة وسهلة إن شاء الله. شكرا. طيب جميل. الآن ما شاء الله الأستاذ أو الدكتور عروة، المجال مفتوح لك دكتور، أهلا وسهلا. دكتور عروة، طيب الدكتور، الو. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا، حياكم الله دكتور. يعطيكم العافيه جميعا، الله محييكم جميعا، كل من باسمه. الله يحييك. نبارك او لا، ما تابعت الريزلت؟ نبارك للزملاء في كليه الشريعه حقيقه. ما شاء الله، الف مبروك لكم. الف مبروك، احنا وياهم في الحال واحد والامور طيبه والروح رياضيه واجواء ايجابيه جدا والحمد لله على كل شيء. يا رب. تفضل دكتور، الله يحييك. حقيقة أنا تعرف يعني كنت في المباراة فما تبعت المحاور الأساسية للقاء، لكن ولعلي أستشعر أنه يعني إضاءات على العمل لوحدة الأندية أو على العمل الأندية بشكل عام،
في غير كذا ولا؟ أعطيك إياه باختصار. هدفنا هدفين باختصار. الهدف الأول التعريف بالمنصة هذه وكيف يمكن للأندية أنها تستفيد منها، وتم شرحها في البداية وآلياتها، واللي فات الشرح لن يفوت إن شاء الله، سنرسل الروابط التعريفية على 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 الجروبات بإذن الله سبحانه وتعالى. الهدف الثاني إنه يعني تذكر دكتور علوة كانت الوكالة أو عمادة شؤون الطلاب تقوم بزيارات للأندية وتسمع منهم وكذا، لكن ما شاء الله في ظل التنامي المتزايد للأندية صار يصعب حقيقة تنظيم زيارات لجميع الأندية. فكان من ضمن الأشياء اللي احنا نستخدمها تذكر لقاء الرواد الأول والثاني، وأيضا قلنا يعني هذه الآن الخدمة متاحة. الهدف نحن نتشارك النجاح، إن كان في إيجابيات نعززها، في سلبيات نحاول نتلافاها، في إشكاليات نحاول مع بعض نحلها. هذا الهدف باختصار. تمام. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني دائما وأبدا المطر شديد. طبعا الآن أقبع أجلس في السيارة أمام الصالة الرياضية والمطر شديد جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني صيبا نافعا. الله يعطيكم العافية في الوحدة الطلابية، وأنا يعني أعتبر من قدامى رواد النشاط الموجودين معكم، وألمس وهذه شهادة لله سبحانه وتعالى، ألمس التطور الكبير والهائل الحاصل في العمل والتنظيم والإدارة على مستوى الوحدة الأندية، وحتى على مستوى عمادة شؤون الطلاب وتفاعلها مع الرواد والأندية ومقررين الأندية. والعمل دائما بحاجة إلى تجويد، وما في أحد كامل، هذا كلنا متفقين عليه، لكن كلما اتسعت دائرة سعة الصدر وكل واحد وسع الدائرة للآخر، طبعا نحكي ونسمع. مشكلتنا كانت زمان أنه نحكي وما ما بننسمع، الآن لا، يبدو أنه صرنا ننسمع، فبالتالي لازم نحكي ونكون واضحين ومحددين بالأشياء اللي بدنا إياها. موضوع زيارات الأندية في السنوات الماضية، أنا في تصوري أو تجربة أنا ما كانت ناجحة بالمرة دون الرجوع للأندية، وغالبا ما كنا نكون موجودين. فمثل هذه الملتقيات ومثل هذه المنصات جميلة، وربنا يوفقكم، نحن معكم. كلما تشاركنا مع الوحدة في العمل، العمل يكون أجود وأنجح. أنا في لي ملاحظة بسيطة على الشباب في الوحدة الأندية الطلابية، وقد طلبتها يعني ما هي جديدة، إنه لما رائد نشاط بيرسل طلب دكتور للوحدة، خليني أصحح المعلومة. هي وحدة سابقة، لكن من بداية الفصل هذا تم اعتمادها كقسم مستقل للأندية تحت إدارة الأنشطة، وسأتحدثكم إن شاء الله بالشعار وهذا في حين. يعني قسم الأندية الطلابية. أي نعم. أيوة. الآن أنا برسل خطاب، أنتظر على هذا الخطاب ردة فعل، أنتظر كلمة واحدة، تم، استلم، ممنوع، لا يمكن، حسب التعليمات لا. أي كلام، أي ردة فعل، إنه أنت خطابك استلم وقرأ ويتابع، ما في أي ردة فعل بترسل. وبعدين إحنا نرسل خطابات بحاجة إلى جواب، يعني بحاجة إلى جواب إنه نعم ضمن التعليمات يمكنكم ذلك، لا لا يمكنكم ذلك، ننتظر موافقة العميد، تم إرسال طلبكم، علم، وصلت، استلمت، ما في أي ريسبونس على أي إشي بتبعثه. يعني مجرد إنه قرأ، مجرد إنه قرأ، أي آيكون، استلم، شوهد، متابعة، نتواصل لاحقا. هذا أمر بالنسبة لنا كثير كثير مهم، لأنه يعني حتى نشعر أنه في تفاعل. تمام؟ تمام. هذا واحد. ما بعرف أنا، يعني في عندي فعالية يعني ما هي خاصة بالنادي حقيقة، فما بعرف إذا بإمكاننا نعلن عنها الآن لأنها تخص الجميع حقيقة. ما أدري هل المجال يسمح ولا لا يسمح، ما أدري. المجال يسمح، لكن ما أخفيك يا دكتور، إحنا بقينا معنا تقريبا ربع ساعة، وما شاء الله طلبات المشاركة كثير، فخلال دقيقة ممكن تطرح الفكرة. وأبدا الله يحييك يا سيدي. يا سيدي عزيز، هي فعالية حملة وطنية بعنوان ادعم بلدك بكلمات، ادعم وطنك بكلمات. سيتم تمرير بطاقة أعدت بعناية بموافقة مكتب معالي المدير، والحملة برعاية معالي المدير. هذه البطاقة سيتم تمريرها على جميع الكليات من إداريين وموظفين وطلاب، تمنح كل شخص حق أنه يكتب لوطنه الشيء الذي يريد، يدعم صبورة للوطن، للملك، للسياسات الداخلية والخارجية وما يراه مناسبا. نحن نهدف في نشاط الطلاب إلى صقل الهوية الطلابية وصقل الشخصية الطلابية وبناء الاتجاهات الوطنية لدى الطلاب. فرأينا أن يكون هناك منبر بسيط
للطالب أن يعبر عن نفسه لوحده بدون كاميرات، بدون شيء، يكتب اسم الطالب ويعبر لوطنه بكلمات. وهذه الحملة نأمل من جميع الأندية أن تدعمها. ننتظر تدشين الحملة من مقابل من مكتب معالي المدير، وبعد كذا نحن منفتحين على كل الأندية والوكالات والإدارات حتى ننجح هذه الحملة. ولا نريد أن تدخل في التقييم، يعني ما هدفنا التقييم ونقول نادي العلوم الطبيعية، هذه حملة وطنية بامتياز، يعني الهدف منها أن الطلاب يشاركوا، هذول طلابنا، يهمنا ويهمهم الوضع العام في البلد. هذا بس تمرين بسيطة. وشكرا لمداخلتك، وأنت دائما يعني ناصحا أمين، نشكر مداخلاتك ومبادرة رائعة وتنم عن يعني فعلا متابعة الحدث، وأحيانا بعض الفعاليات ترتبط بزمان معين وتحتاج أنها تقام أو تفعل في هذا الإطار. إن شاء الله غدا يكون بيننا تواصل، أنت بس لو تبعث لي رقم المعاملة أنا أشوف تتبع، أنا ما أدري وين المعاملة بالضبط، وأفيدك فيها إن شاء الله غدا. شكرا دكتور علوم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. طيب الآن معنا الدكتور أحمد العاطفي، تفضل دكتور الله يحييك. دكتور عروة المايك، تفضل يا دكتور أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم الخير يا أستاذ رائد، ومساء الخير للجميع. وأشكركم جزيل الشكر، ولا ودي أخذ من وقتكم الحقيقة في الشكر، وأنتم تستحقون الكثير. نعم، أنت عرفنا حتى الزملاء البقية يعرفونك. أخوكم أحمد العاطفي، رائد النشاط في كلية العلوم الإنسانية. الله يحييك. شكر الله لكم جميعا. عندي مداخلة طبعا ليست من بنات أفكاري، ولكن كنا في اجتماع قبل فترة مع لجنة الموهبة في الجامعة، فاقترح أحد الزملاء هناك أن يكون هناك شراكة مع التعلم الإلكتروني، وتكون هناك ما يشبه يعني الشعب التي تنزل للطلاب في البلاك بورد، تكون شعبة بمسمى النشاط، ويدخلون فيها كل طلاب الكلية، عفوا الموهبة بمسمى الموهبة، ويدخلون فيها كل طلاب الكلية. ايضا لو يعني امكن يا استاذ رائد انه يفكر في الموضوع هذا، وبالشراكه مع الاخوان في التعلم الالكتروني، انه يكون فيه مثل المقرر ينزل لكل طلاب الكليه، ويضم فيه كل طلاب الكليه، يعني يصير ينزل للطالب على البلاك بورد مباشره، بحيث انه ينزل فيه يعني فعاليات النادي الخاص بالكليه، وايضا فعاليات عماده شؤون الطلاب الى اخره. هذا مقترح بسيط وليس من بنيات أفكاري أحد الزملاء، والله نسيت اسمه الحقيقة الآن، لكن هو صاحب الفكرة الأساسية. شكر الله لكم. جزاك الله خير دكتور أحمد، الله يحفظك. أنا أشرف بالعمل مع الزملاء في التعليم الإلكتروني أول ما بدأت في الجامعة. جميل. وأطلقنا فكرة وقتها سميناها يعني مجتمع، مثلا مجتمع كلية العلوم الإنسانية، مقرر البلاك بورد بهذا الاسم، مجتمع كلية العلوم الإنسانية، وكنا نقسم المنتديات فيه حسب الفصول الدراسية، وكان الهدف منه زي ما ذكرت تماما. أنا أدخل الآن على صفحتي كأخصائي تعلم الإلكتروني، أحيانا أجد بعض المجتمعات اللي كانت يعني متفاعلة. جميل. ولا يزال جهود محفوظة. طيب كيف كانت تجربتكم، يعني هل كانت تجربة مشجعة فعلا؟ والله ما أخفيك كانت تختلف من كلية لكلية، يعني بعض الكليات كانت مرة ممتازة يعني وكان في تفاعل كبير، وكان في بعض الكليات ما فعلتها بشكل كبير، لكن بإمكان النادي أنه يفعلها في حالة أنه يقيم عليها بعض المسابقات، يعني يصير يحصر الإعلانات فيها إلى حد ما، في آليات لتفعيلها، لكن إحنا طبقنا الفكرة، يعني كانت ناجحة في كليات وكليات لم تفعل بشكل مطلوب، لكن الميزة أنها لها لما جميع طلاب الكلية. أي هذه الميزة، أنك تستطيع تصل للجميع. شكراً. بمجرد ما يدخل الطالب على البلاك بورد سيجد هذه في وجهه كل يوم يعني. أي صح، وكانت الإعلانات اللي تنزل فيها تنزل في الإعلانات العامة. أي نعم. وإن شاء الله المقترح وصل للأستاذ محمد الجار الله، هو أبد يعني من عندنا إحنا في وحدة الأنشطة، أي نادي يحب تفعيلها
احنا بشكل رسمي نتواصل مع الزملاء في عماد التعليم الالكتروني، واقولها ثقه 100% هم متعاونين معنا. شكرا. اكيد بحر. اكيد الزملاء ما يقصرون، الله يبيض وجهك وجههم جميعا. شكرا جزيلا استاذ رائد، شكرا لك. الله يسعدك، شكرا. اسمح لي استاذ رائد بس اشكر الدكتور احمد العاطف على هذا المقترح الجميل، وتعقيبك برضو استاذ رائد. فعلا هذه المجتمعات كانت مفعله في الفتره السابقه، حتى اذكر في الفتره الماضيه كان هناك فريق، تذكر استاذ رائد كان هناك فريق للتعلم الالكتروني او نادي او زي كذا للتعلم الالكتروني، هم الرواد يعني. وحقيقه يمكن صار في الفتره الماضيه كان في فجوه بيننا وبين الطلاب، لكن احنا نبغى نردم الفجوه هذه في الفتره الحاليه، وندعوكم يعني حقيقه لاول شيء الاستفاده من كل الخدمات اللي تقدمها العماده، وحنا اي شيء يقدر يساعدكم يسهل عملكم بالعكس حنا نؤيده وندعمه بقوه وزياده. اي شيء تحتاجون منا فاحنا في خدمتكم في اي شيء، سواء من ناحيه تقنيه، سواء من ناحيه تدريبيه، سواء من اي ناحيه تحتاجونها يعني في اي شيء. يعطيكم العافيه. الله يسعدك استاذ محمد، وهذا شيء غير مستغرب. طيب اخونا يوسف المطلعي. اخونا يوسف، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله، تعرفنا بس باسمك والنادي الله يسعدك. مشي الصوت واضح؟ اي بالنسبه لي واضح تماما. يوسف محمد المطلعي، رئيس نادي كليه المجتمع محايل العسير. انعم واكرم. ما عليك زود. في البداية لن أزايد في الشكر، فأنتم تستاهلون أكثر، وقد وفوا وكفوا الإخوان اللي سبقوني. فقط عندي ملاحظتين أريد أن أطرحها وأضع الوقت للبقية. ملاحظتين تخص وحدة الأندية وعمادة الشؤون الطلاب. في عندنا مشكلة في موقع وحدة الأندية. موقع وحدة الأندية لم يحدث منذ ترمين أو ثلاثة أترام، لا أدري ما هو السبب، مع أننا تواصلنا كثير ولا زال الموقع لم يحدث. هذا من ناحية الوحدة الأندية، ومن خلال هذا الفيديو يعني أتمنى حقيقة أن يتم يعني تحديثه، لأنه نزل في الفورم أنه من ضمن التقييم أنه يكون محدث، وما في أي يعني إتاحة لنا في الموقع، موقع الوحدة بالتعديل، ما في أي بطن يدعم التعديل. فهذا الشيء اتمنى انه ياخذ موضوع الجد. حبيبي الصوره واضحه، بجاوبك على الموقع. المقترح الشيء الثاني عن العماده شؤون الطلاب. اخوي رايد، احنا في محايل عسير لما تنزل لنا مثلا في الانشطه الرياضيه، انشطه مثل الجودو والكاراتيه، احنا حقيقه في محافظه صغيره، ما اقول انها تفتقر للمواهب او الاشياء هذه، لكن من الصعب جدا انه نوفر او نستقطب اشخاص لديهم يعني قدره على مثل هذه الالعاب، الجودو والكاراتيه والاشياء هذه. فاتمنى يعني انها ما تؤخذ في التقييم، يعني اتمنى انها ما تؤخذ بالتقييم، لانه لو كان في امكانيه لن يعني راح نبادر حقيقه لو في امكانيه، لكن حقيقه في كليه المجتمع ولا ادري في العلوم والاداب ولا انا اتكلم عنهم، لكن صعب جدا انه نحصل اشخاص يعني لديهم كل الطلبات المطلوبه من العماده، مثل الجودو، مثل الكوراتيه، مثل. اتمنى ان تهتموا في هذا الموضوع. جزاك الله خير. شكرا اخوي يوسف، وحقيقه من الرؤساء المميزين، والجميع مميز بس دائما ما شاء الله يعني معي ابديتد على الواتساب. الحقيقه ان موقع الوحده باختصار شديد ما في موظف متفرغ انه يصلح عليه ابديتد. عندنا اشكاليه ناقشناها صراحه مع العماده، ناقشناها مع الاي تي. احنا الان في طور يعني حل هذه الاشكاليه، ونقول يا رب. الزملاء اليوم يعني في الوحده الاعلاميه حقيقه الحجم عليهم كبير والعدد قليل يعني، فنحن حريصين جدا انه يتفاعل. لكن يعني اليوم كان في نقاش في موقع الانديه، لكن حتى الان لا نملك تفعيله بالشكل المطلوب.
اما بخصوص السؤال الثاني الاولمبياد الرياضي، يمكن هذا يتعلق بالزملاء في اداره الانشطه الرياضيه، لكن انا اعطي اجابه عامه انه نتفهم ان بعض الكليات تكون متميزه مثلا في جوانب معين، بعض الكليات تكون مثلا عندها اعداد كبيره، يعني عندنا كليات العدد فيها 250 طالب وعندنا كليات ترى العدد فيها 4000 طالب، عرفت؟ بالتالي تختلف طيب. فلا يمكن ضبطها، عرفت يعني؟ وفي النهايه هو مجال تنافسي عام، وان ما صابت المره هذه المره القادمه يعني يكون لكم فيها حظ، احيانا قد تخفق في مجالات لكن قد تبدع جدا في مجالات اخرى، ونسال الله التيسير. الله يعطيك العافيه، شكرا لك. تسلم حبيبي. ناخذ بدر الهلالي، اخونا بدر. معاي اخوي بدر؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله. صدر الله مساكم، كيف الحال؟ طيبين. الله يحييك. ابد انا عندي ملاحظه واستفسار بسيط. بالنسبه لاغلب الانديه صار في عزوف كثير، ما عاد فيه اعضاء كثير، يعني بعض الاعضاء يعني يجون بالطلبة، وخص بالكلام نادي التست ماستر. نادي التست ماستر صارت تجديد العضويات بعد ما قلت الميزانية، صارت تجديد العضويات صعب شوي، وحنا قاعدين نحاول نستقطب أكثر كمية ممكن بالذات من المستجدين، لكن ما في أي مساعدة من الوحدة الأندية والإدارة الأنشطة. تكلمت في الجروب وما أحد قالوا نرفع خطاب، رفعت خطاب صار له في ثاني أسبوع ولا في أي تجاوب. وسلامتكم. سلمت، الله يحييك يا حبيبنا الغالي. مسألة عزوف الطلاب عن الأنشطة هي مسألة مؤرقة ترى لجميع الجامعات، يعني أحيانا في نقاش مع مدراء الأنشطة في الجامعات السعودية، وفي حقيقة عزوف، والعزوف هذا له مبررات كثيرة، يعني ترى التغيرات سواء الاجتماعية الثقافية لها يعني إسهام كبير في هذا الأمر، إلا أن الآن المعول عليكم أنتم كرواد أندية ورؤساء للأندية، أن فعلاً كيف ممكن تكون برامجنا أكثر إبداعاً وأكثر جاذبية للطلاب وأكثر تحفيز لهم، ونحن أبداً معكم يعني تماماً. بخصوص الخطاب الآن، يعني أنت تعرف تماماً، يعني أنت من الوسط الإداري وتعرف أحيانا بعض الأمور خصوصا اللي تتعلق بالأمور المالية تمشي وفق سلسلة إدارية معينة، ولا يستطيع شخص أن يتخذ القرار بمفرده، لكن القادم أجمل وإن شاء الله أنه يعني يتخذ فيها إجراء قريب. طيب أخونا فيصل، تفضل أخونا فيصل. طيب الآن نسمح بآخر مشاركات، بس بعد إذنكم أخونا فيصل. طيب أخونا منصور. السلام عليكم. سلام، هلا حبيبنا، عرفنا بنفسك. الله يسعدكم. فيصل المزهر، رئيس نادي نزاهة. أي نعم. الحقيقة أنا سعيد جدا اليوم بتواجدي مع الزملاء في منصة تزامن، والحقيقة أشكرك أستاذ رائد على تحت الفرصة، وأشكر كذلك التعليم الإلكتروني، وأشكر وحدة الأندية الطلابية على هذا المجهود الرائع. الموضوع طال عمرك أنا عندي موضوع الأعذار اللي تخص الأندية المركزية. جميل. هذا الموضوع فقط. إيش الموضوع؟ انها الغيت تقريبا، يعني ما عاد في اعذار للطلاب اللي مشاركين في الانديه المركزيه بما سبب، يعني ما ادى الى ضعف في بعض الفعاليات. جميل جميل، سؤال واضح حبيبنا. سؤال ثاني؟ بس هذا السؤال. لا لا، بس ما معي الا هذا. شكرا. بخصوص الاعذار، هي لم توقف بشكل نهائي، لكنها في مرحلة تنظيم،
وإن شاء الله إحنا ننتظر من الزملاء باسم الأندية يرفعون لنا تصور عن آلية ضبطة، لأني ما أخفيك يمكن أنت برضه مطلع على الموضوع، أصبح فيها يعني أصبحت الأعذار الزملاء يعني صار عنده إشكالات حرمانات كثيرة أثرت على مستواه الأكاديمي، والسبب أنه يحضر وحد فيه ما عندي مشكلة. إحنا لا، إحنا ندعم النشاط وأيضا ندعم المسار الأكاديمي، دائما نقول في كل اجتماعاتنا أن النشاط والمسار الأكاديمي هي خطان متوازيان لا يتقاطعان، والأعذار أنها تعطى في أضيق في أضيق الحدود، هي لم تقف لكنها في مرحلة ضبط وإعداد له. شكرا حبيبي. طيب أخوي، الله يعطيك العافية أستاذ رايد. الله يسعدك حبيبي. الآن أخوي منصور. منصور الشهري. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء مساكم الله بالخير، نبارك لكم بالأمطار وكذلك نبارك نادي الشريعة، والشكر موصول للجميع على هذه المبادرة الجميلة، وشيء جميل جدا أنها تفعل التقنية في أنشطتنا وفي لقاءاتنا حيث توفر الأشياء الكثيرة، هذا أولا. ثاني شيء، أنا أعتذر باسم رائد النشاط لكونه في مكان ظهر ما عنده نت وكذا، فتواصل معي أني أعتذر باسمه شخصيا. جميل، الله يجزاك خير. و يعني هي تدور عند الشباب جميعا. هلا، اي ما سمعت، ترى قطع الصوت. اقول المشكله والشيء النقطه اللي ابغى اتحدث عنها اللي هي الميزانيات وتقسيم الميزانيات على حسب نماذج الصندوق الجديده اللي هي توزيع الميزانيه. أنا أتوقع أنها ميزانية تكون هي منخفضة كأندية الكلية تقريبا 10,000، هي صعب أنها المدى فيها ضيق جدا تحكم، وأن الواحد أو إنشاء الأنشطة خلال في حد الميزانية هذه. فوق كذلك أضاف الصندوق أنه قسم الميزانية إلى إلى قواعد محددة أو بنود صرف محددة، من التغذية إلى الجوائز إلى الأمور اللي زي كذا، وأنا أشوف أنها صارت صعب على النشاط على النادي نفسه في إنشاء الفعاليات، خصوصاً بعض الأندية متخصصة في أشياء معينة. أتمنى أن تكون الآلية يعني حرة، خصوصاً في صرف الميزانية يكون فيها يعني يكون فيها أريحية شوية، ما تكون محددة بنود صرف محددة. الفكرة هذه واضحة، في فكرة ثانية أستاذ منصور؟ اقتراح اخير بالنسبه للميزانيات، لانها انا على حسب علمي انها مستحيل انها تزيد، لكن في اقتراح انه يكون في ورشه عمل او دوره تدريبيه لرؤساء الانديه او رواد الانشطه بجذب، بحيث انها هي تكون الدوره عن كيف انه يحصل على استثمار، كيف انه يستثمر النادي، او كيف انه يحصل على دعم من خارج الجامعه او من داخلها. هذا الهندي، وشكرا لكم. شكرا يا غالي. طيب، نسمع آخر مشاركة وعشان أجاوب على الأسئلة مرة واحدة وما نبغى نطول عليكم. أخونا معاذ، تفضل. أخونا معاذ، طيب، على بال ما يجي أخونا معاذ أنا أجاوب بس على سؤال الميزانيات. الأمور المالية زي ما قلت لكم في إدارة متخصصة، إدارة صندوق الطلاب، لكن في تحسن كبير حقيقة في مسألة الأمور المالية والسلف وآليات صرفها. يعني تعرفون هذا موضوع حساس، خصوصا الأمور المالية ما أحد يمتلك فيه قرار نهائي لوحده، لكن في محاولات كبيرة جدا من عمالة شؤون الطلاب لضبط هذا الموضوع لتسهيله قدر المستطاع، ووضع الدليل سميناه الدليل الاسترشادي لآليات صرف من الصندوق، وعمم من معالي مدير الجامعة لجميع الكليات. أتمنى أن كل رئيس نادي أو رائد نادي يحصل على نسخة عن طريق العميد، نسخة رسمية برقم وتاريخ، ويتم قراءتها والعمل بموجبها. هذا واحد. اثنين، بخصوص النقطة الثانية اللي هي مسألة الشراكات أو عقد الشراكات أو الحصول على رعاة أو داعمين لبرامج الأندية، أبدا المجال مفتوح والدليل الاسترشادي ينص عليه. بل أزيدك يعني في هذا الأمر، أنه حسب دليل الاسترشادي والمعتمد أنه أي شخص
يعني يجيب رعاية يحصل على 7%، يحصل على 7% من هذه الرعاية، يعني مقابل جهده في 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 التسويق لها. ان شاء الله اني اجبت على على سؤالك. اخونا معاذ باقي معانا ولا نختم اليوم؟ اي نعم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. تفضل يا اخي معاذ. مساكم الله بالخير جميعا في هذا المساء المتجمل بهذا هذا اللقاء والفوز. الله يبارك فيك وفي الجميع، والأندية بينها روح الأخوة. أشكر الدكتورة عروة وأخي منصور على مباركتهم. الله يبارك في الجميع. أعرف بالنادي وال... أخوكم معاذ يحيى موسى الشهراني رئيس نادي الشريعة وصول الدين. أولا فأشكر إخواني فريق العمل الموجودين على هذا البث، كما أشكر الشيخ مساعد ما أدري إن كان أنه تواجد في البث لوجود أمطار عندهم وأجواء يعني شديدة جدا. أشكركم على هذا اللقاء وعلى هذا البرنامج، ولو أنها تعبنا في البداية في تحميله وفي فتح الحساب، ولكنه رائع وأشكركم عليه. نشكر جميع من قام على هذا اللقاء من وحدة الأندية وإدارة الأنشطة وعمش الطلاب وعمل التعامل الإلكتروني وغيرهم. فيه عندي نقطتين يا أستاذ رائد. على عجل الله يسعدك. أبشر أبشر بعزك. أولا فذكرها الدكتور أحمد العاطفي بأن يكون فيه منصة أو أيقونة في المواقع التي يدخل عليها الطلاب باستمرار مثل أكاديميا أو البلاك بورد، بحيث أنها تربط الطلاب بالأنشطة فعلا، وهذه ذكرها الدكتور أحمد. فيه النقطة الثانية شيخ، وهي موضوع التشغيل الطلابي، يعني 200 ساعة أذكرها كانت الترم الماضي، ما أدري عاد هذا الترم مع نزول الميزانية كم بتكون ساعة. فأقترح إن كان أنها بتنقص في التشغيل الطلابي، فأرى أنه يكون البديل عنها مثلا ساعات تطوعية أو أي بديل آخر ترونه. وجزاكم الله خير. جزاك الله خير حبيبنا، الله يسعدك. بخصوص النقطة الأولى هو تم الجواب عنها، والموضوع يعني إن شاء الله إنه يعني مرحب فيه من قبل عمل التعليم الإلكتروني. أما بخصوص ساعات التشغيل الطلابي، حقيقة في نظام عند الأخوة في إدارة صندوق الطلاب، إدارة صندوق الطلاب يمكن أغلبكم يعرف هذا الأمر، هي إدارة مستقلة، يعني إحنا إدارة الأنشطة هم إدارة الصندوق، كلنا نتبع للعمادة. إحنا بدورنا نحاول نوصل صوتنا. أحيانا هم تحكمهم موازنة معينة تقديرية لكل سنة يسيرون في ضوءها. لما تتكلم مثلا أنت عن، أتمنى أخوي معدتك في المايك بعد إذنك، تتكلم عن يعني عن تقريبا 32 كلية أو 34 كلية، كل كلية لها عدد ساعات تشغيل معينة، فهم الآن يسيرون وفق يعني ميزانية محددة، ويحاولون هم يقسمون بقسمة يعني تكون عادلة للجميع قدر المستطاع. لكن بالتالي أنا أقول دائما لكل الأندية لازم يكون عندكم وضوح في آلية صرف التشغيل الطلابي. التشغيل الطلابي ليست حق للكل، هناك محددات وضوابط لمن يستحق التشغيل الطلابي، وفي أيضا إجراءات وتحديد ونموذج وعقد عمل. الأمر الثاني، بإمكان زي ما ذكرت أنت ساعات تطوعية أو كذا، المجال مفتوح لوضع أي نظام تحفيزي، بالعكس إحنا مرحبين فيه وهذا شيء جيد. هدفنا في النهاية هو نجاح الأندية بشكل أكبر جدا، وإذا تعذر الأمر وصار في احتياج كبير لعدد ساعات تشغيلية، أفضل خيار هو الطريق الرسمي، أن يكتب خطاب، تكتب مبررات، ويرسل من عمالة الكلية إلى عمالة شؤون الطلاب، ويتخذ فيه الـ 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 الإجراء الرسمي. الحقيقة أنا أشكركم جميعاً. الله يسعدك. أشكركم جميعاً. أشكر عمادة التعليم الإلكتروني على 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 يعني إتاحة الفرصة. أشكر حقيقة الزملاء في قسم الأندية الطلابية وإدارة الأنشطة الطلابية ووكالة الأنشطة الثقافية والاجتماعية بشكل عام. أشكركم جميعاً، أشكر كل من حضر يعني في هذه الأجواء الممطرة وحضروا معنا. هدفنا يعني أن نكون مع بعض دائماً وأبداً، وأن ننهض بهذه الأندية، ونقدم إن شاء الله كل ما هو مفيد ويعني جديد لزملائنا الطلاب، وإن شاء الله نرى تفاعل كبير منكم في استغلال هذه المنصة وتفعيلها.
تفضل. بس يعني اقتراح اخير قبل ما نختم الجلسه، اقترح ان يكون يشكل لجنه من بعض رواد الانشطه عندكم برئاستك استاذ رائد، ويكون على اساس للتواصل مع عماد التعلم الالكتروني، وجميع الاقتراحات اللي انت اقترحتوها الاشياء اللي تحتاجوها منا ممكن احنا نوفرها ونضع اليه لتنفيذها في اقرب وقت ممكن. ممكن اشكرك اخوي محمد، وابدا من اراد ان يبادر يتواصل معي عن طريق الواتساب، ومرحب في الجميع. شكرا لكم، شكرا استاذ محمد.